الجوية وبيليس أينما كنتم. مساء الخير عليكم مشاهدينا اينما كنتم، تتابعون احوال الطقس لنهار اليوم على قناه الجزائريه. ومشاهدينا نروح نشوفوا حاله الطقس لمساء اليوم ان شاء الله. اذا الجو راح يكون مشمس مع بعض السحب العابره على المناطق الشماليه الشرقيه، مشمس على المناطق الشماليه الوسطى وكذلك الغربيه، وحتى على ابواب الصحراء وعلى بقيه المناطق الجنوبيه، والزوبعه راح تكون مستمرة. إذا نروح نشوفوا درجات الحرارة لمساء الغد إن شاء الله. إذا سجلنا 15 درجة في الجزائر العاصمة وضواحيها وكذلك في باتنا وقسنطينة، 12 درجة كأدنى مقياس تم تسجيلها في عنابة، 17 درجة في وهران وشلف، 13 درجة في الجلفة وادي البيض ونعامة، 14 درجة في غردايا، 15 درجة سجلناها في ورقلة إليزي وجانات، 16 درجة في تمن راست وبشار وبني عباس، 17 درجة في تندوف، و20 درجة كأقصى مقياس سجلناها في برج بلجي مختار و عين قزام. فيما يخص الملاحة والصيد البحري مشاهدينا، إذا البحر راح يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، سجلنا 10 كيلومتر في الساعة من القلعة مرورا على عوانة دلسنس وصولا إلى مرسى بن مهيدي، واتجاهات الرياح راح تكون مختلفة. نطوي منشرتنا الجوية بالأوضاع الفلكية، إذا الغروب راح يكون على 5:43 دقيقة. للمزيد من المعلومات ما عليكم غير تزوروا الموقع الإلكتروني www.aljazairia.tv. نشكركم على حسن المتابعة، ابقوا على خير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.